تاخد ايه؟ كرتونة ايه؟ كرتونة اللوند. ليه؟ اللوند. اللوند. ثانية واحدة. كرتونة يابا. هات الواد ده. خدي يالا. فيها يا باشا، فيها يا باشا. في ايه؟ الكرتونة دي فيها ايه؟ الكرتونة دي فيها ايه؟ استهبل يالا، افتح الكرتونة. يا باشا اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ انت هتستهبل؟ يا باشا فيها لو لو. ده اكل بايظ يا باشا، اكل بايظ. بلاش كذب. ملاح كذب. الكرتونة دي بتاعت لمبات الحي اللي استلمتها من يومين. هي بتاعت لمبات الحي اللي استلمتها من يومين يا باشا. هو البلاغ عشان الكرتونة. ده تستهبل يلا. يلا بينا. يا صباح. في عبد الله منك مش سربع كده، لمك فيها حاجه؟ امي زي الفل. امال ايه اللي انت شايله ده؟ ده 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 دواء لامي. كل ده دواء لامك؟ عشان تعرفي الغرب ده انا عايش فيه. تصبح على خير يا صباح. انت من اهل اما اما وما اما يا ماما يا ماما يا ام الحنان يا ماما وماما. ايه في ايه يا واد اتجننت؟ بقول لك ايه، فين الكرتونه اللي كانت في عشه الفراخ؟ راحت فين؟ عندك بره في السطوح فيها اكل الفراخ وشويه طبيخ بعيد. احلى اكل حمضان. ايه يا واد انت جرالك ايه دلوقتي؟ بقول لك ايه، اللي جوه الكرتونه بقى راح فين؟ راح في البيت صباح، فضت اللي فيها تحت السرير وحطت فيها اكل الفراخ وخدتها بره. جدع بنت صباح جدع. هم ايه ده؟ هم دول بقى اللي كنت رايح فيهم في داهيه. ايه دول يا واد؟ دي عهده في الشغل كده سلكتها انا الواد نبيل عشان نطلع بقرشين يعني. يا نهارك اسود، انت بتاكل امك حرام؟ هم والله العظيم ما اكلتك منهم اي حاجه، وبعدين ما تلاقيش، دي فلوس حكومه. ولما هي فلوس حكومه بتمد ايدك عليها ليه؟ اما اهدي يا اما، سرقه الحكومه لا حرام ولا عيب. انت لو شفت السرقه اللي بتحصل شعرك هيشيب. شعري هيشيب اكتر من كده؟ لا يا حبيبي، اللي يسرق الفرخه زي اللي يسرق الجمل. ابوك الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليه، كانش بياخد غير 200 جنيه، عمره ما دخل عليا قرش حرام. اروح احج وارفع ايدي لربنا اقول له ايه؟ اقول له ابني حرامي. خلاص يا اما خلاص بقى، في ايه؟ وعندي غلطه وراحت لحالها. راحت لحالها يعني ايه؟ يا اما اللي يعتمد على المرتب بتاع وظيفته دي يشحت. اخرس يا واطي يا حرامي، اخرس قوم امشي من وشي. هولع في نفسي. يا اما هتفتحي لي بقى، يا اما وطي صوتك شويه. يا اما اطلع امشي بره من وشي. خلاص يا اما امشي يا حرامي. خد هنا يا واد، لم الوساخة دي وروح بقى استحمى ولا توضى وصلي لك ركعتين يمكن ربنا يتوب عليك. امشي. خلاص يلا خلاص اهدي. امشي يا حرامي. يا رب يا رب لك حبيبك النبي، عاقبه يا رب حاسبه في الدنيا زي ما انت عايز، بس ما تاخدنيش بذنبه، انا ماليش ذنب يا رب. اعمل ايه؟ انت رحمن، ارحمه وحاسبه وسامحه. ده مهما كان ابني انت اللي اديتهولي يا رب. مات سيمون، 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 مات سيمون. صلاح باشا نورت. ازيك يا محمد؟ ازيك يا باشا؟ ايه الاخبار؟ رابع معرفات نزلت اهي اخيرا. ده انا رايخ عليها بكام؟ اهو يا عم بكام؟ لو الباشا عارف ان انا خدت منك فلوس هيوديني ب 60 ده. لا حول ولا قوه الا بكام؟ بكام يا محمد؟ لا تبقى المره الجايه لما حضرتك تشوفه يبقى حسب. عامة تشكر. الف شكر يا باشا. سلام احمد. سلام يا باشا. ابو الصلح. يا حوده. يا ريس ايه اخبارك؟ ايه؟ صلاح زميلنا في الليسانس. اهلا بيك. صلاح ده موس في المذاكره. لا موس ايه ولا موس ولا حاجه، ربنا يستر السنه دي. ما بشوفكش المحاضرة الأخيرة دي ليه؟ مش فاضي والله، طب اديني تليفونك أكلمك. ما أنا اديتهولك 100 مرة. معلش دوريك يا عمر. حاضر هرن عليك بس تسجله. أكيد. يلا سلام. ما لزمت المرافعات نزلت. أه جبتها. ماشي أوكي. سلام. سلام يا ريس. مع السلامة. معتصمون، 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 معتصمون.
الكلية. أنا حرة ومحدش هيمنعني من حاجة. يا ليه يا بنت أنت حرة؟ مالك أنت؟ ومن لما تتحبسي وتروحي في 60 داهية، مالك أنت ما اللي يعتصم يعتصم. كلمة واحدة قالها لك قدام أمك، مفيش مروحة الكلية طول ما في اعتصام، ولو عرفت أنت رحت في مظاهرة أو مشيت في اعتصام وربنا برحمة أبويا هكون ضربك بالنار. ماشي ماشي يا أخويا، بقول لك إيه، تحب أعمل لك لقمة كده تاكلها؟ لقمة إيه بس يامه؟ أنا سايب شغلي وسايب الاسم يضرب يقلب عشان الهاني. عاجبك كده؟ معلش اخوك الكبير ولازم تسمعي كلام. ما هو من ساعة ما دخل الشرطة مفيش على لسانه غير اضربك بالنار اضربك بالنار، قولي 12 مسك مسدس. يا بنت ده كلام هو انت هتهوني عليه؟ ادخلي ربنا يهديكي غيري هدومك يلا. السلام. ايه يا صاحبي الدلقة السودا اللي انت دلقها لي دي؟ فين اكسير الصداع؟ عرس هتطير مني. جبور يا حبيبي الحنية عليا، وخدي بقى وامسك نفسك، ابو 50 دخل جدول بقى ب70 يا حبيبي. شغال شغال يا عم الحنين، حنن قلبه علينا يا رب. الله الله الله، انت بتدعي له ولا بتدعي عليا؟ بقول لك ايه، الواد تامر جاي يدور من صراف. ايه راحت الصباحة؟ صباح الخير يا استاذ. صباح النور يا معلم. السلام عليكم يا دكتور. ايه الحكاية؟ جاي مبدر يعني النهاردة؟ ايه اخبار الكلية ايه؟ لا ما انا ما رحتش كلية. ما تفهمني، دي كلية صيدلة ولا معهد فن صناعي يا اخوي؟ يا بابا انا قلت اعدي اقعد معاك شوية، انا بقالي مدة ما شفتكش وهو بالمرة اريحك. يا اخي انا مش تعبان، استفيد انت باليوم ده واقعد ذاكر. ما تخافش يا دكتور، انا هشتغل عندك ببلاش. خلاص انت حر. اجرد الباترينا دي كلها واعملها لي الفابيتيكا، والنواقص اعملها لي في كاش واعمل بيهم طلبيه. ماشي يا دكتور. ايه البلوى اللي انا فيها؟ ايه اللي جابك انت روح خراب؟ حبي في حاجه؟ ولا حاجه يا راجل، كنت زهقانه شويه فقلت البس واتشيك وجيلك نخرج نتغدى بره. بس انا يعني ما اقدرش اسيب الصيدليه لوحدها. لوحدها ده ايه؟ ما انا شايفه تامر جوه اهو. وماله؟ بس برضو يعني كنت بقول يعني هروح اتغدى كده في مكان عام بالهدوم دي. يعني مالها الهدوم؟ عسل الهدوم يا عطعوتي. يلا بقى، احنا بقالنا كتير ما اتغديناش بره. امرني يا جميل. ثانية. يا اختي والنعمة عسل. معلم جابر. نعم. بيقول لك ايه؟ ايوه. ايدك معقول انت اللي جايبه بنفسك يا دكتور؟ وليك عندي هديه، علبه بحالها، بس عايز اميل عليك في حاجه. اقبرني. 500 جنيه بس اسحب بيهم طول الشهر على مزاج. تحت امرك يا دكتور، يا حلاوتك يا دكتور يا حلو. طب انت هتفضحنا، طب هتفضحنا. ولا سردينه يا معلم. اخطف رجلك للبيت وقول لهم المعلم جاي بدري. تامر تامر. ايوه بابا. بقول لك ايه؟ نعم. انا واصل مشوار صغير مع قابلتك ناهد وجاي على طول. خد بالك من الزخانه، لو حد ضايقك ابعت لعمك جبر. ماشي يا بابا ما تقلقش. اخويا هو حد هياكله؟ اصل انا ما بحبش اسيبه في الزخانه لوحده ابدا. يا سلام، ما هو زي القرد اهو. بصي اخويا مقصود يا اختي، ما توسعش شويه من الشارع، مش عارفين نعدي. ما تطلع بالعربيه عارفين لنا الشرح، مش معقول ايه القرف ده؟ ايه يا دكتور؟ بتقول لي الهانم الناس بتاخد ميه عشان تشرب وتاكل، مش عشان تركب عربيات. بص الحق. خلاص بص الحق. خلاص يا ناهد، خلاص يا حفظي. ايه يا دكتور؟ اطلع بالعربيه شويه كده واركن، معلش ما فيهاش حاجه يعني. عينينا يا دكتور. وابعت لي جركن ميه لزخانه، وانا لما ارجع هبقى حاسبك. احلى ميه معقمه للدكتور عشان خاطرك انت بس. حرمش منك يا حبيبي. يا اختي اوعي انت كمان. اثبت هنا بقى، ارجع تاني بقى يا عم. خلاص ماشي. واد يا ابني حرية. يوم انا بيك ويوم ميه. روح يابا وانا هشيل لك جيركن لحد البيت. يبقى خليهم اتنين علشان خاطر استحمى. يابا دي ميه شرب نظيفه، استحمى بميه الحنفيه. عايز استحمى بميه مجاري.
مش كمان من الشباب انا 6 اشهر ما كل الحاره بتعمل كده يابا هو انت تسرق مش نافع تتوب ما انتش نافع ايه بزلك طويل على طول خلاص روح يابا وانا هجيب لك 3 جراكن هي انت خايفه تختفيش اقول لك ايه في 3 جراكن ابعتهم لابويا البيت التلاتة دول عندك يا معلم يا عم اكتبهم خسائر وخلاص سلا ساعة كلب اسمه ايه الواد اللي كان معاك اسعد احمد يا باشا اسمه ايه اسعد احمد يا باشا طب ما انت حافظ اهو ما بتستقبل ليه ازيك يا ابو صلاح ايه يا يوسف ازيك يا محبوب انت فين يا ابني في المحكمه ايه الاخبار البنت منى خدت سنه سنه حمار خدت سنه عشان نص فرش حشيش مقطع خرجتي ده مطعم شكله غالي قوي بس شيك قوي واحنا هناكل بشياكته الله ما تيجي نشوف لنا مطعم تاني يا حبيبتي عطيه علشان خاطري المكان ده حلو قوي ومش غالي يعني ايه بكام يعني تقريبا كده يا هيخش له في 400 500 جنيه بالكتير ده غير السلطات وغير الحاجات الساقعه يا حبيبتي تعالي نشوف لنا مطعم تاني عشان خاطري يا عطيه انا ليا ذكريات حلوه قوي هنا ذكريات ايه بس يا حبيبتي اللي اتغرمنا المبلغ ده كله الله انت بتغير عليا يا عطعطي طبعا يا حبيبتي بغير عليكي وانا مستعد كمان اخد لك 50-60 صورة على الباب هنا هقبل موبايل بتاعي وتعلقين في اوضتك زي ما انت عايزة اغصى عليك اغصى عليك بجد يا عطية مستخسر في انك تعزمني على الغدا في المكان ده لا يا حبيبتي مش مستخسر فيك ولا حاجة خلاص يا حبيبتي اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي نعيش مع ذكرياتك شوي هنعمل ايه حبيبي يا عطعطي حطيت لك الغيرات في الشنطة على ايه بس؟ دوا كلها أسبوع يا أخويا تروح وترجع بألف سلامة مش عايزة حاجة وأنا راجع بيت وعاوز ايه؟ هما شوية المش والجبنة البيضة وخمسة كيلو زبدة وما تنساش العيش الشمس ولو لقيت ملوحة هات ما لقيتش ملوحة ابقى هات في سيخ خلاص خلاص يا صاحبي خلاص هو أنا هشيل ايه ولا ايه يا بيت؟ ده أنا لسه ما قلتلكش على البلح لا ما تقوليش يا أختي يلا سلام البت نادية كانت عايزة حلم بخاطرها اجيب لها زي بعض ولو انها ما تستاهلش بقول لك ايه ما تجيب لنا كمان شويه حلوه خلينا نطبخ شعرك لا يا اختي انت حلوه كده من غير حاجه سعيد سعيد روح نرجع بقى خلي بالك من نفسك يلا سلام الرب رقيب رأيك بقى في الأكل؟ في الحقيقة أكل حلو قوي بس ربنا يستر ويجيب الحوائب سليمة ويكمل اليوم لآخر النهار على خير هو تقريبا يعني تعمل كام الأكلة دي؟ مش معقول يا عطية لازم نستمتع بالحياة مش كده والله يا نهوتي أنا ما عندي حاجة يعني أنا كل اللي أنا خايف عليه يعني الواد تامر يعني مش عايزه يجي الأجزخانة مش فاهماك منين بتدخله كلية الصيدلة ومنين بتبعده عنها؟ أصل الأجزخانة في حارة وما بتكسبش وأهل الحارة ناس وحشين قوي أهو بيتعلم ولغاية لما ربنا يفتحها في وشك وتبقى تفتح له صيدلية في حتة أحسن قام الحق مش شاف الحبوب اللي أنت بتاخدها؟ قال لي ما أنا عارفة طب وهو ماله؟ إيه اللي مضايقه قوي كده؟ وهي فيها إيه الحبوب دي؟ يا ريس هات لنا الشيك خلينا نقوم نمشي يا نهودة يا حبيبتي الحبوب دي
زي عملية حبوب منع الحمل بتاعتكم، بس دي حبوب تعجيل الحمل بتاعتنا احنا. والواد تامر ده واد موسوس، هو خايف يعني لحسن احنا نخلف ونجيب له اخ يشاركه في الميراث ويدخله الجيش. كام؟ مش وحش، 60 جنيه. لا يا فندم، 600 جنيه. ده في صفر اهو. ايوه في صفر اهو يا عطيه. اه عميت انا، لا مؤاخذه معلش يا حبيبي، 600 صح. بتعالى لي بعد شويه. بقول لك ايه، ما تجيبنيش هنا تاني مره، فاهمه ازاي؟ وكل واحد بقى يروح ياكل حسب ذكرياته. خلاص احسن. يا ساتر يا رب، عيشه تقرف زي ما تكون كل يوم بتجيبني في مكان زي ده. اوف، دلوقتي بقت عيشه تقرف. ايوه، ما كانت من 5 دقايق بس عش الذكريات. ساتر يا رب. بالراحة جاهز. ماشي. بس 2000 جنيه كتير قوي يا جابر. بص انا جايب لك احسن حاجة في السوق، اصبر عليا كده اما اجمع لك الجهاز وتشوف سرعته هتدعي لي. ماشي. بقول لك ايه؟ لو قابلت ابويا على الطريق قول له ان احنا جبناه قسط، يلا يولع فينا. لا ما تقلقش، وبالقسط المريح كمان. ماشي يلا. وش وش. ابويا نايم. يا وش يا وش. ها؟ اوكي. تعال يا جابر، تعال. حط فين؟ حط كده؟ ايوه، بالراحة على الجهاز. بالراحة. ايوه. بس. كده بقى جنب الفيشه والتليفون. يلا بسم الله. تمام بقى، انا اهو كده يا فريند، اجي لك بكره واجمع لك الجهاز كله. بكره ده ايه؟ احنا مش ناقصنا حاجه. ما انا تعبان من كتر اللف طول النهار، خليها بكره. لا يا جابر كده نزعل. بص يا جابر، انا محتاج النت ده ضروري. بص الوسط عبد الله طالب مني وصله بقاله شويه ايام، وانا بصراحه كده موعده. ماشي يا جابر، هستناك بكره. ماشي. كريم روق. يابا انت صحيت؟ ازيك يا عم مبارك؟ اهلا يا جابر. ايه خير؟ في ايه؟ لا احنا جايبين حته جهاز كده بالتقسيط الكريم، يعني فهمت؟ انما في الجول. جهاز ايه ده؟ طب يا جابر هستناك بكره. ها سلام بكره. سلام يا فور. جهاز ايه ده؟ انا ابدا ابدا، جهاز كمبيوتر كده عشان الم الواد عادل من الشارع. تلم الواد عادل ولا تلم نفسك انت؟ وبكام الجهاز ان شاء الله؟ بالقسط المريح 10 جنيه في الشهر. اه، وتقدمته كام؟ 400 جنيه. ها؟ 400 جنيه؟ بالزمن ده كلام؟ تدفع 400 جنيه من شغلنا علشان تقعد تلعب على الزفت ده؟ يابا مش لعب. امال ايه؟ ياكش هياكلنا ولا يشربنا الكمبيوتر ده؟ يابا انت مش فاهم حاجه. ومش عايز افهم. ال 400 جنيه دول هتخصم من قبضك وتقعد تحاسبني. ماشي يابا نتحاسب. 400 جنيه؟ احنا مش كنا اولى بال 400 جنيه دول في شغلنا؟ انت خيبه في هبلك. روح اعمل لي كوبايه شاي ادفعها. حاضر يابا. كمبيوتر. ايه ده؟ الله اكبر.
مولاي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي. يا سلام، الراجل ده كان صوته جامد جدا يا جدع. لو كان غنى على فكرة كان قعد ناس كتير قوي في بيوتها. ده كان عليه عرب فظيعة. أنت عارف؟ أنا كنت بقلد الراجل ده وأنا صغير، لدرجة إن أبويا كان بيفرح قوي ويسيبني أغني لأصحابه. وأنت أبوك كان موافق إنك تغني وأنت عيل وما كبرت رفض؟ عشان كانت أغاني ديني. وبعدين أنا كنت أغني فين يعني؟ ولا كنت أغني إيه؟ ولا أسمع أغاني فين أصلاً؟ أنا ما كنتش بتفرج حتى على تلفزيون ولا بسمع راديو ولا كان بيخليني نعمل أي حاجة. أمال ودنك دي بقى لقت تغنى منين؟ من الحارة. كان أول ما ينزل يروح الجامع كنت اتسحب واجري واخرج من بيته ونزل على الحاره، عارف زي المسجون كده اللي لا اسفلت قام نازل بايس وقال الحمد لله. كنت انزل واقوم رايح عند اي محل ولا اي حد مشغل راديو كاسيت اي حاجه واقعد اسمع. بس انت عارف بعد ما اشتغلت في الاستوديو اللي انت شغلتني فيه ده وبقيت اسمع الاغاني اللي بيعملوها حسيت ان ابويا كان عنده حق. يا عم ده سوق على كل لون يا باشا. بقول لك ايه؟ ايه؟ فاكر الاغنيه اليتيمه اللي انا وانت عملناها؟ طب ما تفكرني بيها كده ما تقول الدخله. وربنا المعبود ترارا اجمل من البيض والسود يا ام ملايا سارة ملفوف على احلى عود وربنا المعبود ترارا. يا عيال قومي يا ضنايا عشان تاكل. قومي يا عيال جايبه لكم اكل. يلا قومي تعالوا يا تعالوا. اقعدوا يلا عشان تاكل. فلوس منين يا ساره؟ بعت الدابله ملهاش عازه عندي بقى. يلا قوم. معلش بكره هتتعوض والجمعه الجايه هقبض المعاش اهو يسد برضه. يا اخويا ما تشيلش همين هنقضيها بطول ولا بالعرض لغايه ما ربنا ياذن لنا بالفرج. قوم كل بقى. يلا قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ساره. ايه ده يا فتحي؟ ده جواب من الشركه. فيها اخبار جديده؟ الشركة رفضت تديني تعويض. رفضوا ليه؟ أي حد بيحصله نصيبة في شغله بيدوله تعويض، اشمعنى أنت؟ حسبوها إهمال مني. اللي هما باعتين لك ليه؟ محامي الشركة محامي كبير. بعت لي هيدوني 5000 جنيه تعويض وأتنازل عن القضية. وهتعمل إيه؟ مش هتنازل عن القضية أبداً، هفضل وراها. يمكن نكسبها بإذن الله. سبقتك يا اخوي بالهنا والشفا. كل كل الله. ايه يا اسطى مش عوايدك بتقفل بدري ليه؟ يا بلبل زهقتني عمال اطلبك بتكنس عليا ليه؟ انا جيت لك اهو يا عم. مالك قلقان ليه؟ البلد بلدنا يابا. في ايه؟ خلص. خد دي تخليك حاير ودي تخليك طاير ودي تخليك حاطط. انجز. هاخد الحاير 120 سنتين. خلص الدنيا نظامها اتشقلب. كان زمان التاجر هو اللي بيستنى الزبون، دلوقتي الزبون بيستنى التاجر. اتفضل معانا. دولار يا عمنا. دولار. ليلتك كلها بتضحك. الف سلامة يا اخويا. مساء الخير يا استاذ سعيد. مساء الفل يا ابو ليلى. لسه فيك اللامع برضه يا ابني. والحق في الطعن على الحكم الصادر
ضدك بكافة طرق الطعن مقررة في القانون. الشاي يا حبيبي. مالك يا صلاح؟ في حاجة أمه؟ سرحان في إيه يا حبيبي؟ مش خلاص فوقت وبقيت زي الفل؟ كل ما أقرأ قانون أو مذكرة ضميري بيأنبني، مش عارف أذاكر خالص. يا حبيبي ما هو ما فيش حد بيفكر زيك كده، يا إما تسيب الشرطة دي بقى. ليه بتقولي كده؟ يا حبيبي الشرطة دي محتاجة ناس قلبها ميت علشان ما يندحكش عليها. مش كل واحد يعيط دمعتين يبقى غلبان وطيب. طب ما احنا بتنزل عسل بس بتقرص. البنت خدت سنة حبس، يعني خربت بيتها، موتت ابوها وحبستها وهي في رقبتها كوم لحم. قطيعه يوم ما اشتغلت امين شرطه كان يوم اسود. او في ناس كبار بيشغلوها، شغلوا اولاد وبنات، عيال مش فاهمه ولا عارفه حاجه. وبيعرفوا امتى؟ لما يتمسكوا ويتحبسوا، ساعتها ما بيشتغلوهاش تاني. خلاص لو تقدر تساعدها ساعدها، اهي بقى لك الثواب. بقول لك ايه، قوم ريح نفسك بقى كده من المذاكره ونام لك شويه. معك حق، انا عايز ارتاح. طب يا حبيبي تصبح على خير. امال الرز فين؟ اوجيه هنا والشفا. حطي لي شوربه. حاضر. بعد ما تاكلي يا سناء ليه الملايات بتاعه اوضه النوم واغسليه على طول. حاضر. ما تلغي المشوار دوت عشان انا تعبانه النهارده. خليك انت وانا هروح، اي حد فينا يتعب. والله يبقى احسن برضه، لان انا تعبان وعندي صداع ومحتاج انام ساعتين. كنت بقولك ايه ست هاني، ده بعد اذنك يعني امشي النهارده بدري واجيلك من صباحيه ربنا الملك كل اللي انت عايزه تغسليه بدري بدري كده. مش هيقعدوا في ايدك ساعه، اغسليهم وانزلي على طول. حاضر اللي تشوفيه. خالد انا خايفه. في ايه بس؟ هو يمنعك عني بره الجامعه وجوه كمان؟ لما نشوف بعض جوه الجامعه ده امر طبيعي، انت زميلي، انما هنا احنا في الشارع. صفاء انا بقالي اسبوع ما شفتكيش. انت مش متخيله انا نزلت ازاي، ده انا عملت فيلم على ماما. لو صلاح اخويا شافني يا لهوي، ده هيسود عيشتي. انا مش فاهم هو ليه مربي لك الرعب ده. هو احنا بنعمل حاجه غلط يا صفاء؟ طبعا بنعمل حاجه غلط. ازاي يعني؟ تقدر تقولي لو اي حد شافني وسالك انا اقرب لك ايه هتقول له ايه؟ هتبقي خطيبتي. هبقى مش كده؟ يا صفاء احنا في مكان عام وكل الناس شايفين. يا خالد انا بس اللي عارفه انك انت كويس، بس لو اي حد شايفنا اكيد هيقول غير كده. يبقى اروح اخطبك من صلاح. هيرفض ليه؟ ما انا جميعي زي زيك ومفيش عيب. وبعدين موضوع الشغل يعني هيتحل ان شاء الله. كمل. وبعدين هتصرف يا ستي في الشقه. يا خالد انت ليه مش عايز تفهم؟ انا من منطقه شعبيه، لو اي حد شافنا لا يمكن هيفهم اللي بيننا. يعني واحدة قاعدة مع واحد في كافيتيريا ولا حتى في محل كشري، أكيد أي حد هيشوفها هيشك في أخلاقها. أنت بتقولي الكلام ده على أساس إيه يا صفاء؟ على أساس إن أنا يعني من الزمالك؟ طب ما أنا برضو من حتة شعبية. لا، على أساس إنك أنت تفهم وتبطل زن على دماغي علشان أنزل قبلك بره الجامعة. ماشي يا ستي، تحت أمرك، مش عايز أشوفك. هو يعني يا كده يا كده؟ ما تبطل بواخر بقى. تحب نقوم نمشي؟ أنت كمان هتزعل زي العيال؟ مش هعرف أزعل منك. بطل كلامك الحلو دوت بدل ما اقوم واسيبك وامشي. اهو كلامك بقى ده اللي مش حلو. بقولك ايه يا خالد، انا همشي عشان انا جدتي مش خاصه. باي باي. هكلمك صفاء. استني يا صفاء. يا صفاء استني استني بس استني. الحساب لو سمحت. حبستك وحبستك. أنا مش بتاعت الحاجات دي. سعد البي. أنا عندي يا لهوي يا لهوي. ايه يا سعادة البنت؟
يا لهوي في ايه سعاده البيع؟ انا مش بتاعت الحاجات دي سعاده البيع. انا مش عايزه انا مش بتاعت الحاجات دي سعاده البيع. يا لهوي يا لهوي سعاده البيع يا لهوي يا لهوي. يا ودان بنت يا ودان الحقيني. خير يا سناء؟ فيه الحقيني يا اختي الحقيني. بيتي اتخرب بيتي اتخرب. طب وطي صوتك المنيله هيطردوني من العماره. تعالي قولي لي في ايه. الاستاذ ممدوح يا ودان الاستاذ ممدوح. ماله؟ موته يا ودان موته موته. يا لهوي نامي يا بنت نامي. ايه اللي حصل؟ ابدا يا اختي انا رحت عشان انضف لسه بقلع هدومي لقيته بيمد ايده عليا قمت زقاه قام وقع على دماغه يا اختي ما حطش منطق. وجرى ايه؟ ما اعرفش. ما عشان كده جيت عشان نتصل بيه وتطمنيني. بس انا زي مهما بينطقش. خرابي خرابي. طب تعالي بقى نتصل من الكشك اللي بره. تعالى بالتليفون يا اخويا. استر يا رب اهو بيرن. الو. ايوه يا بيه الست موجوده؟ لا مش موجوده خرجت. طيب ممكن اكلم البنت سناء؟ لا سناء سناء مش هنا. انا مشيتها لانها بنت مش نظيفه بصراحه بقى. ويا ريت يا وداد لو تشوفي لنا واحده غيرها. هو في حد قال لك حاجه ولا ايه يا وداد؟ لا يا بيه لا يا بيه الحمد لله. عموما خدت الشر وراحت خلاص. ده انا اشوف لك ست ستها ولا يهمك. مع السلامه يا بيه. انت طمنيني. الحمد لله كويس الحمد لله. بقول لك ايه لو عايزه اليومين اللي انت اشتغلتيهم هجيبهم. انا مش عايزه حاجه خالص الله الغني. انا الحمد لله خلاص ربنا سترها معايا. فوتك بعافيه بقى. عطية مش ناسي حاجة يا راجل. زي ايه يا حبيبتي؟ فكر شوية. الله انا مش بوستك ولا البوسة ما عجبكيش ما عجبكيش نعيد. اي حاجة منك بتبقى حلو بس فكر. الله فكريني يا وليا ان كنت ناسي حاجة. ايه وليا دي يا اخويا؟ شايفني واقفلك لبسلك عباية سودة ولا واقفلك في طابور العيش؟ وهي اللي واقفة في طابور العيش مش بني آدمة برضه. بس انت بقى أحلى من 30 واحدة من اللي بيقفوا قدام طابور العيش. بتبقى واحد تاني وانت مش واخد الحباية يا عطية. هو ده اللي انت ناسيه. لا أنا مش ناسيه. أنا نفسي أبطل وأنا ساعديني يا حبيبتي. هو انت مش قلتلي إن مفهوش إدمان ولا حاجة؟ يا خراب ده أبو الإدمان يا اخويا. يعني هيجي اوحش من الحشيش ولا الافين اللي الناس عماله تشرب؟ بتنسيني ان انا متجوزه واحد قد ابويا وانت واخد. اخ دخلت في السلك الشائك. خلاص يا ستي هناخده. هات الشريط كله وانا بلبعهولك. خد يا حبيبي. مفيش منه النسواني عطيه. بوب 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 بوب. ده انت بقى عايزه تقوم حرب اهليه ليليه. اه عشان تهف نص المعاش. طول عمرك شايفني بنت شمال وحرامية. يا ريتني بشوف عشان كنت اعرف اربيكي. طب اقفل على الحوار ده يابا. ها القهوة قربت اهي قدامك. ايه ليه؟ عايز اشرب شوية شاي. ما تشرب في البيت. عايز اتهوى واشرب كوباية شاي. تعال فين؟
ادي يا سردينة. ايوه اعمل شويه شاي لابويا. حاضر لما اخلص بروح على البيت. عيني انت يا تعويره. مين اللي بيقول تعويره؟ هو فين بنت الكلب ده؟ خلاص يابا خلاص يا عم خميس اعصابك. هو انا غلطت ولا ايه؟ سيبك منه بقى يا العبيط. كده بقى يا بنت خلاص بقى بيده بقى اتكل على الله ولمها. ده راجل كفيف. ماشي يا عم عشان راجل خفيف بس انا ما غلطتش. الشريفه يعني شريفه غصب عنك وعنك. هو فين يا بنت الكلب؟ انا هخلط عشان ابوك. بنتي برقبت عينك كلهم. اوعى روح لفحم بنتي. واللي هسمعه اقولها بعد كده تعويره هيكون اخر يوم في عمره. خلاص يابا هو غار. يلا نروح بقى. هيحرمونا نروح على القهوه كمان. يا بال الكلام يا بنت الكلب يا وطير. ما خلاص بقى يا والله. ايه يا غريب في الرايحه والجايه العيال عماله تقول لها يا تعويره يا تعويره. الحمد لله نعميت عشان ما اشوفش اللي بيحصل ده. يا بنت الكلب دي هي اللي غرزه راسنا في الطين ومخلينا لا عارفين نرد ولا نصد مع الناس. ما خلاص بقى يما هي البين الله. شايفه عمايلك يا واطيه؟ خلاص بقى يا خميس صلي على النبي بقى. يابا انا اشرف بنتي في الحاره وانت عارف. ابوس ايدك. استنى عليا لما اموت وبعدين اتنيلي. اعملي اللي انت عايزه تعمليه بس سيبيني اعيش اليومين اللي فاضل لي في الدنيا. ماشي وانا رافع راسي. يعني اولع في نفسي يابا عشان تستريح. وطوا صوتكم بقى كفايانا فضايح. وانت ما تبقاش تخرج معاها تاني ادام ده بيجيب لك النكد. يلا نجري قطعي بقيه البطاطس. كتكنيله وقت غير مناسب ولا ايه يا حاج؟ لا يا ابني البيت بيتك. يا ليلى ليلى حطي هذه البطاريه عندك. حاضر يا اسطى. تعبت نفسك يا اسطى قطيعه تقطع البطاريات وسنينها. انت بتقولي يا حاجه؟ دي اختي. ان ما كنتش اتعب عشانها اتعب عشان مين؟ ازيك يا استاذ سعيد؟ ازيك يا ابله ليلى؟ عرفتك البطاريه؟ لا شغلتنا يا ابله. اديني بس المفاتيح عشان الواد ينزل يركب البطاريه. الله يخليك يا استاذ سعيد. تعبناك والله. تعبك راح يا ابله. ولا ركب البطاريه اللي قبله. يلا بسرعه. اتفضل. اجيب لك حاجه تشربها ولا اجيب لك لقمه تاكلها؟ ربنا يخليك يا حاجه. والله بتفكريني بالمرحوم امي. ربنا يديكي طول العمر. من بعدها عمري ما اكلت لقمه حلوه. بقول لك ايه، عندنا شويه كفته رز يستاهلوا بقك. ربنا يجعله عامر يا حاجه. ان كان ولا بد يعني شويه شاي سكر خفيف. خليك انت يا ليلى، أنا هعمل الشاي. العربية تعبانة أوي يا أبلة ليلى. إن وأنت بس إنك تغيريها وأنا أجيب لك عربية صاحية وهتدفعي واحدة واحدة. لما أفكر هبقى أقول لك. أنت بنت حلال يا أبلة ليلى وتستاهلي كل خير. الله يخليك. إنما أنت ليه ما اتجوزتيش لغاية دلوقتي يا أبلة ليلى؟ نصيبي يا أستاذ سعيد. كل شيء نصيب. لا ده انت زي الفل وما فيكيش عيب. لازم تتجوزي. قول لها يا اسطى دياما رفضت عرسان زي الفل. لا معلش يا حاجه ما تخصميش عليها الا الجواز. لازم تبقى مقتنعه طبعا. وبعدين يا ابله ليلى اوعي تقولي يعني انك كبرت وبورت وعنستي. لا ده انت زي الفل. ده انت في عزك. في عزك. اه والله العظيم يا قبله ليلى انت متزنه وعاقله ورزينه غير بنات اليومين دول يا حاجه اللي كلهم روشانه. ان شاء الله ربنا يرزقك بابن الحلال. ربنا يسمع منك. طب قوم انا بقى دوشتكم بالاذن. كمل الشاي يا اسطى. احنا عندنا بنات لسه عايزين يتجوزوا. شفتي ودمها خفيف كمان. بالاذن يا حاج. مع السلامه يا اخوي. السلام عليكم. اتفضل. ناقصه ايه دي بس يا رب؟ ناقصه ايه؟ ان شاء الله ربنا يكرمك يا ابو ليلى.
مولاي ام صباح دي كل يوم ترجع الحته شايله الكيس ده في السعاده. يا ترى الكيس ده في ايه يا بيتا؟ في فيل يا عم. ركز يا عم في الدماغ. الفيل صغنطين خير. لف لا حشيش بيحوق ولا برشام. طب ايه؟ نطلع سلمه؟ سلمتين ثلاثه احسن لنا ايه يعني؟ اوديخي فين يا زحا؟ خدتيني يما. بتعملي ايه تحت السرير؟ بنضف الكركبه. جيلي تحت السرير كركبه؟ طب نامي يما، الصباح رباح. ما انا حنام. نسيت افوت على خالتك سعديه اديها العلاج. حبيبتي يا اختي. لا يما ما تقلقيش، انا فوت على خالتي اديتها البرشامه. بجد جدع بنتي، فيك الخير. اعمل ايه؟ ما هو اتصلت ما بقيتيش مركزه غير في الزباله اللي بتلميها كل يوم من الشوارع. زبالتي دي هتمثلي يما؟ لو انتي مفكرة ان انا مش اخدة البالي ان انتي كل يوم بتدوري تلميلي زبالة القطن من الشوارع وتيجي تدفسيها لي هنا تحت السرير بس، ورحمة ابويا يما، ورحمة ابويا، ما انا نايمة على المراتب دي لما تتعمل. وطي صوتك. لا يما، ما هو هتكوني مفكرة ان انا نايمة على وداني. اعمل ايه؟ اجيب لك منين حق القطن عشان اسطرك والمك؟ ايه المك دي يما؟ الهنا مبعترة؟ مش مبعترة، قاعدة تحت الارض. كل يوم والتاني ظبطاكي بتتودودي انت والاسم النبي حارسه. فيها ايه ياما؟ مش خطيبي؟ خطيبك وانا موافقة يستحمل مصروفنا. ادي الزبالة اللي بقى للبنات. ادي الزبالة. خلاص ياما بقى. ادي الزبالة. خلاص ياما والنبي. اهي خلاص ياما. طيب وحسك عينك، حسك عينك اشوفك تاني مرة معايا على السلم ولا في الحارة، ورحمة أمي لقطع خبرك انت وهو. يما كل البنات بتجيب قطن نضيف، سمعناش يعني عن حد لم القطن من الشوارع عشان يعمل بيه مرتبة ولا مخدة. أنا عارفة ياما إن ظروفنا وحشة، بس أعمل إيه؟ نفسي ياما أنام على قطن ريحته حلو، مش ريحته قطط ولا كلاب. وبعدين يعني هو أنت فاكرة إن أنا مبسوطة قوي مش احتضنتك كل يوم في الشوارع وقعدتك في الأرض وأنت بتلميلي القطن من الزبالة؟ فين يا أم؟ نايمة معايا جوه. ليه يا ابني؟ نايمة ايه؟ ده لسه شايفة بتبص بالشباك. يا ابني يا حبيبي نايمة معايا جوه اهي، تعالى شوف. احنا مش هنخلص من اللي في دماغك ده بقى. مساء الخير يا أم. مساء الخير. بقول لك ايه، في أكل عندك في المطبخ لو عايز تاكل. لا أنا أكلت سندوتشين الكبدة بره. صباح الخير. طب يا اخويا ربنا يقويك. شايفه عمايل ابنك؟ انا مش فاهمه بيشك فيا ليه؟ هو انا بعمل ايه اصلا؟ معلش
من اللي بيشوفه في الشغل. استحملي. استحمله؟ ده بيراقبني في البيت وفي الجامعه ومع اصحابي. في ايه؟ هو انا عيله عندي 10 سنين؟ يا بنت ده كل يوم والتاني يجي يحكي لي على بلاوي بيشوفها في القسم وكلهم يطلعوا بنات جامعه. ما هو يا واثق فيا يا مش واثق، واذا ما كانش واثق المفروض بقى ما تعلمونيش وقعدوني في البيت. يا بنت اسكتي اسكتي ووطي صوتك شويه. ما هو خوفك ده ياما اللي مودينا في 60 داهيه. انت عايزه ايه؟ عايزاني يعني املك اضربه لك قلمين عشان ترتاحي؟ اتهدي واسكتي بقى. لا اضرب انا قلمين على وشي. تصبحي على خير. دي من اهله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. صباح الخير. صباح النور. بص يا ست سامي، ال 40 بتاع ابويا خلاص خلص وخدنا فيه الواجب وزياده. الله يرحمه. وارحمنا جميعا. الناس بقى بدات تلخبط وتلوك في الكلام وانت صغيره والناس لسانها طويل. قطع لساني اللي جيب سيرتي بكل. ما محدش هيقول في وشك حاجه، واحنا ليه يا ست؟ ما نلمها. قصدك ايه يا اخوي؟ قصدي ان انت تلم هدومك انت وابنك وتروحي بيت اهلك. مصاريفك انت وابنك اللي هو اخويا الصغير هتوصلك لحد عندك. بتمشيني من بيت جوزي يا سعيد؟ الله، اما نمشي احنا. اما امرك عجيب. بقول لك الواد ابني كبر وشنبه بقى في وشه. افهمك ازاي؟ يا ست انا بحافظ عليكي وعلى شرف ابويا الله يرحمه في تربيته. بعدين يعني انت هتمشي وتسيب ورثك؟ معاك كل حاجه قبل ما يموت. واحنا اللي هنقوله هنعيده ولا كل شويه اطلع لكم العقود؟ لا يا اخويا ما تطلعش حاجه، ما دام ما احترمتش عظم التربه، اعمل اللي انت عايزه، واحنا لينا رب يسترها في الدنيا والاخره معانا. تمام، حديث صحيح. خدي وقتك ولم حاجتك وخلي بالك من نفسك. اي حاجه تعوزيها انت او ابنك اللي هو اخويا الصغير من العين دي قبل العين دي، الدم عمره ما يبقى ميه. وصلى اللهم عليك يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، هنا مدرسة محمد، ومن جلس معي في حضرة المصطفى فليصلي عليه ويسلم تسليما كثيرا. يوه عبد الله، قوم يا عبد الله، ايه اللي منيمك كده؟ قوم الا تتهوى. يا صبوحه صباح الخير. صباح النور، ايه اللي منيمك كده؟ وطي صوتك يا بنت لما تسمع. امك تسمع؟ ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ مفيش، امي طردتني من البيت. تقوم تنام كده؟ وانا انام فين يعني؟ اروح انام في فندق او نمت وخلاص. اللي معاك ده يا بت؟ ده اكل هاكل بيه الفراخ. فراخ ايه؟ انا اولى من الفراخ. هات، انا ميت من الجوع. يا واد ده اكل بايت. بايت بايت، بقول لك بايت من الجوع. وانت بقى ايه اللي خلى امك تطردك؟ تلاقيك عامل لك عامله سودة. ولا سودة ولا بيضة. خدت شويه لمض من الشغل قلت ابيعهم، ربنا سترها. اللمض. اللمض دي اللي انا لقيتها في الكرتونه. وانا اقول ايه كل اللمض دي؟ هقول بقى ان انت شلت الكرتونه وحطيت اكل الفراخ، كان زمانك دلوقتي بزنين في ابو زعبل. يا لهوي، ليه؟ انا خدت الكرتونه باكل الفراخ وكنت مظبط مع واحد كهربائي عشان ابيعهم. واحد فقعني مهموس، جم قبضوا عليا. يا لهوي، امال ايه؟ بس في الاخر لقوا اكل حمضان. لعلمك بقى ده الواد نبيل. لا لا لا، ده واد تاني خالص. نبيل ده راجل. مين اللي بره؟ رد عليها. انا يا خالتي صباح، بحط اكل الفراخ، عاوزه حاجه؟ اه يا بنت تعالي، عايزاكي. حاضر، جايه اهو. ما تقولهاش انا نايم بره. ماشي، عشتيني يا بنت. انت اكتر. طب بقول لك ايه؟ مفيش قطه كده عادي، ما تلم نفسك. قطه صغيره بس يا بنت. اوعى. حلاوتي. صباح الخير يا خالتي.
يسعد صباحك يا اختي. معاك وش خير؟ عايزاكي. الواد عبد الله نايم بره؟ لا مش بره. انت بقالك ساعة قاعدة تتوشوشي تتكلمي معاه، ما تستهبليش عليا يروح امك. ما هو اصلي يا خالتي. ولا اصل بقى ولا فصل، ما احبش الكدابين. خدي. خدي يا اختي. 5 جنيه اهي. انزلي اشتري له فطار. حته جبنه رومي على حته جبنه بيضة، شويه فول، اللي يفطر حار ونار في جدته. قال لك على المصيبه اللي عملها؟ اه قال لي يا خالتي. طب اسمعي بقى، انت هتبقي مراته والمره ضمير جوزها. اذا قبلتي يدخل جوفك ولا بيتك قرش حرام، هتعيشي طول عمرك ندمانه وصدمانه. انا بقول لك اهو، لازم يعرف ان هو عمل عمله سودة محدش هيسامحه ولا يقبلها منه ابدا. فهماني؟ ايوه فهماك يا خالتي. يلا يا اختي يلا انزلي جيبي له الفطار، وما تقوليلوش ان انا اللي اديتك الفلوس. ها؟ ماشي يا خالتي. واسمعي بقى، تكدبيش عليا تاني يا روح امك. انا بقولها لك كلمه هيحطيها حلقه في ودنك. ها؟ ده انا اللي مربيه يمك ومربياك. ماشي يا خالتي. حجك أطمر رقبتك. وانت يا بت الخمسة جنيه دي، على فكرة يا بت أكلك اتحسن، امسك. سيبك بقى من مولد الضمير بتاع أمي ده، نجيب قطة يا بت. يا لهوي. إيه يا بت في إيه؟ مفيش حاجة يا خالتي، ده الديك بتاعك على الدنيا. السلام عليكم. ازيك يا ست صفيه؟ الحمد لله. لكن تركعها وانت واكل حق الغلابه. هيا يا دكتور. دريت يا سيدي بالمصيبه اللي حصلت؟ الاخضر دخل جدول اول. عرفت؟ اعوذ بالله. هو انت يا اخي مفيش حاجه تستخبى عليك ابدا. طب اقول لك ايه، طالب منك خدمه، نزل لي كام واد كده من العيال بتوع الارياف يعسوا هناك، ها؟ يجيبوا لنا المتوفر قبل ما يوصلهم النشره. واللي يجي لك بس هاتهولي، مالكش دعوه، انا فلوسي حاضره. مع السلامه يا دكتور، ماليش بركه الا انت. سلامه حبيبي. شكرا يا شوقي. الو. ايوه يا شوقي، وحشتني قوي يا ولا. ايوه يا ام، ازيك؟ عامله ايه؟ وحشتني قوي، وحشتيني. انت ما بتتكلمش ليه؟ لا يا ام، غصب عني يا ام، معلش. قولي لي عاملة ايه؟ واختي عاملة ايه؟ وابويا عامل ايه؟ ده انا بحاول احنن قلب ابوك عليك عشان يرجعك. انا نازل يا زينب، عايزة حاجة؟ عايز سلامتك يا اخويا. بالسلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. تلاقي حد من اصحاب شوقي سمع صوتي خاف يرد. ولا يمكن يا اخويا يكون شوقي هو بنفسه وخاف يرد عليك. خلاص، وبرد انت على التليفونات ما دام صوتي بقى يخوف. يا اخويا اذا كان عمل اي حاجه كده ولا كده سامحه عشان خاطري. بصراحه بقى البيت بقى وحش قوي من غيره، البيت ساكت على طول. هو كلمك في حاجه؟
لا ده كل فين وفين لما يفتكر ويكلمني. لما يفتكر؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا مش عارف الواد ده طالع كده لمين. يلا ربنا يهديه. يا رب ادعي له يا اخويا. بدعي له اختي. ربنا يهديه ويهدينا جميعا يا رب. انا نازل. مع السلامه يا اخويا. بالسلامه. مصلحة عزب. يا عم انت بتقول ايه؟ انا ما صدقت ربنا سطرها في موضوع اللومض ده. وطي صوتك يا عم، هل صوتك ليه؟ انساني يا عم، المشوار المرة دي نضيف. نضيف ازاي؟ ما هو لو نضيف احنا بنوطي صوتنا ليه؟ في 20 باكو، يعني هنجيب التاكسي اللي بتحلم بيه. مصلحة سهلة، عمك مصلحي عايز يعلم دورينه، معهوش رخصة، عايز حد بس يأمنه لحد ما يبني، وهو عارف الحي هيرفع قضية وهتتحل بالفلوس وهيدفع. اه طب والمطلوب ايه؟ هتتزرع قدام البيت لحد ما عمك مصلح يشاور رملته وطوبه واسمنته. خلاص الشيشه؟ خلاص يا ابني. لو حد عدى من الحي هيلاقيك قاعد هيمشي، بس انت بقى عليك تفهمه. ما يشونوش، مواعيد المرور، يقفلوا الباب عليهم، يشتغلوا بالليل. اه طب وانا بقى هقعد قدام البيت ده بصفتي ايه؟ هات لك شيشه واقعد شوف لك اي حد صاحبك من السكان لغيه في اي حوار. ده هم اسبوع يعلب الدورين ونقفش. ولو رئيس الحي عدى؟ لو الحي هد الدورين هد معاهم. يلا هد معاهم صح كده بقى، يبقى مصلحه نظيفه. انت بقى هتعمل ايه في المصلحه النظيفه دي؟ انا من جوه بقى بمنع المرور. ما تصحى يا عم. يا عم خليني نايم، احنا شغالين في النظيف. لا تنظروا الي هكذا، اني خائف. لست أنا الذي سحبت الخصية في أطفالكم، جعلتهم خصيانا. لست أنا الذي نبشت الطبع. سوري يا جماعة، الكلام ده بقى تقيل عليا قوي. أسفين. هاتي قهوة. لا التغيير بيتعبني. إيه اللي جرالك؟ شايفك النهارده كده مش مظبوط. عندي احساس غريب، حاسه اني محكوم عليا بقضي فتره حبس. ايه احساس المساجين ده؟ بقالي 20 سنه بحضر ندوات وبقرا جبارة ولينين، زهقت. عادي جدا، كلنا بقينا كده. كلكم مين؟ انت بتريحني وخلاص. امال احنا بنيجي كل يوم جمعة هنا وبنتقابل ليه؟ بتتقابلوا يا اخويا عشان تفتكروا ذكرياتكم، واول ما بتمشوا من هنا كل واحد بيشوف حياته، محدش يتمسك بحاجة. يا سلام. بس بقولك انت النهاردة مش على بعضك. ما تشيلش في دماغك، انا ماشية. ده موقف بقى. ولا موقف ولا حاجة، دي شحنة وطلعت عليك. هروح فين يعني؟ هتلاقيني متلقحة هنا الجمعة الجاية. بقول لك ايه، انا همشي من غير ما حد يحس. سلام. ماشي. طب يا ما انا اوصل لغايه واحد صاحبي ورد هنا. ايه؟ ما انتش طايق تقعد معايا حبتين؟ خلاص؟ ايدك بتغلك على النت؟ انا مش قلت لك عايزك انا. طب هو انا قاعد معاك بقالي ساعه ما قلناش كلمه واحده. طب ما احنا هنقول اهو. بص يا كريم، البيت اللي ما فيهوش مرة يعاشر فيه العنكبوت ياكله. ابويا قال لي كده. مش فاهم يا لا فاهم، فاهم وبتستعبط. اه عايزنا نتجوز. يابا انا ما بفكرش في الجواز. حد قال لك فكر؟ ما ان شاء الله ما فكر، بس انا بفكر بقى. ايه هتتجوز عم بركه؟ ايه لا بتضحك على ايه؟ ايه شاكك فيا ولا ايه؟ لا يابا انت تمام زي الفل. انا بكبر يا كريم، والموت احنا اكتر ناس بنحس بشغلنا.
الموت ما بيخليش، ما فيش حد هيلقط. يابا ربنا يخليك ليا، انت عارف يعني انا ماليش غيرك في الدنيا دي. بس انا بقى ناوي اجيب لك غيري. اجيب لك اخ صغير كده تاخد بالك منه، انا لسه بصحتها لو اقدر برضه. طبعا عارف يابا، خلاص اتجوز اتجوز. لا شيخ، وانت تقدر ترفض يالا؟ ايه خلاص الدنيا تشالي بحالها ولا ايه؟ خلاص عم مبارك هيتجوز على البركه. مبارك ايوه التاريخ. التاريخ على ابوك يالا؟ يابا والله ما اقصد. بص بقى ايه؟ انا ناوي اعمل ايه؟ هجيب حته بيت من البلد، لا ليها في الطور ولا في الطحين. اي يعني تغسل لنا غياراتنا بدل ما هي مقايحه على جتتنا كده، وتعمل لنا لقمه حلوه بدل الكشري اللي هرب بطننا. خلاص عم مبارك اللي يريحك. لا من ناحيه تريحني؟ هو هيريحني بصراحه. انا كبرت يالا خلاص. كبرت مين يا ابو كريم؟ ده لو والله عامل لك فرح تحلف بيه الحاره كلها. النبي ايه؟ خلاص يا بدل ما غز المطبخ بطل. لا لا